هو مثلا لو احنا مش تحت الاحتلال كان يمكن مستوى كمان اعلى، لانه حتى التدريب مثلا في المنتخب بقى لما مثلا بدهم يتجمعوا، يمكن لما يكون عندهم سفر يمكن بقوا يتجمعوا قبل بشهر، واحنا الحمد لله رب العالمين يوم يوم نتواصل معه ويوم يوم بندعمه وبنشجعه، والله يعين لعيبة غزة اللي بتواصلوش مع اهلهم ولا بيعرفوش اخبارهم، بيوتهم انقصفين، اهلهم استشهدوا.